ناخذ ان شاء الله الاسئله اكبر قدر ممكن من الاسئله. تفضلي. أمل الحناوي قناة القاهرة الإخبارية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي وزير الخارجية البحريني دكتور عبد اللطيف الزياني على حسن الترتيب وكرم الضيافة وبهني حضرتك على نجاح القمة. سؤالي لمعالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، أنتم دائما لا تكلون ولا تملون من المطالبة بالحقوق الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، إذن كيف ترون فرص عقد مؤتمر دولي في حين أن هناك بعض الأطراف الدولية سوف تعرقل هذا المؤتمر الذي من المقرر أن يدعو إلى حل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة؟ شكراً. شكراً جزيلاً. وفرص عقد مؤتمر دولي وردة للغاية، لأنه الاتحاد الأوروبي، أسبانيا أولا ثم الاتحاد الأوروبي ثانيا، يدفع بفكرة عقد مؤتمر دولي. الدول العربية في قمتها اليوم تبنت فكرة عقد المؤتمر الدولي. مؤتمر القاهرة للسلام في 23 أكتوبر 2023 طرح أيضا هذه الفكرة. أهمية هذا المؤتمر في 23 أكتوبر، أي أقل من 15 يوم على حدث 7 أكتوبر، شارك فيه دول عربية، دول أوروبية، وعدد كبير من الدول الآسيوية، وبالتالي كشف عن توجه دولي. لكي يعقد هذا المؤتمر الدولي أتصور أنه يقف إطلاق النيران، أنه تهدأ وتستقر الأمور في فلسطين، أنه تطلق عملية سياسية، إطار سياسي لتسوية فلسطينية. ما يسمى تريجرينج ميكانيزم أو الآلية المفجرة لهذا المسار السياسي للوصول إلى الدولة الفلسطينية يقوم على مؤتمر دولي تجتمع فيه كل الأطراف وتتحدث بمواقفها وتطلق العملية السياسية. أتصور أيضا أنه مجلس الأمن مطالب ب ربما إطلاق هذه العملية، وهذا يتطلب اقتناع الدول الخمسة دائمة العدوية، ولكن إذا فشل مجلس الأمن للأسف مثل ما يحدث حاليا، فاللجوء إلى الجمعية العامة اللي هي جمعية تجمع كل عدوية المجتمع الدولي، 194 دولة، هي 193 في الحقيقة، لكن ال 94 هي فلسطين، واللي هي أخذت في القرار الأخير للجمعية الكثير من الحقوق التي تؤهلها تقترب بها للعدوية الكاملة. فالجمعية العامة متاحة لإطلاق فكرة المجتمع الدولي. ما يجب أن يسجل هنا أنه الكويت البحرين تتحدث عن استضافة، وأسبانيا تتحدث عن استضافة، وبالتالي عندما نصل إلى هذه المرحلة وهذه اللحظة يمكن جدا أن تكون هناك استضافة عربية أوروبية، شق هنا وشق هناك، وهذه ليست
ببضعة، بل في عملية مدريد سنة 91 كان في سلسلة مؤتمرات تبنتها الدول العواصم المختلفة. ففكرة المؤتمر الدولي وردة للغاية وقابلة للتنفيذ، وأنا شخصياً أعتقد أنها مسألة وقت. الدولة الفلسطينية ذاتها هي مسألة وقت، ووقت قريب. ما حدث ويحدث في فلسطين الآن كشف عن عورة غير مسبوقة يجب أن يعالجها العالم والمجتمع الدولي. وهنا فكرة تضييق الخناق على الخصم الإسرائيلي، كشف توجهاته وتصرفاته. النهاردة اليوم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان يجلس في هذه القمة، ولا يجب أن يغيب عن الإعلام أنه كان يجلس على الحدوة نفسها مع بقية القادة والرؤساء الحكومات بشكل يكشف عن التزام أممي بدعم توجهات القمة العربية في معالجة هذا الموضوع. حدث اليوم حدث مهم، والكثيرين سوف في سياق النقد والانتقاد يقولون ما الإدانة لا تكفي، الجديد في عالم اليوم إنه إسرائيل تعرضت وعرضت نفسها إلى مأزق كشف عن عدوانية غير مسبوقة لكل هؤلاء الذين أيدونها على مدى حياتها، وفي هذا ذاته تطور هائل في وضعية إسرائيل في الشرق الأوسط. لا يدافع عنها اليوم إلا طرف واحد، طرف واحد هو الذي يدافع عنها. وهذا يعني عندما يستخدم البعض كلمة تطور استراتيجي فبمنتهى الهدوء أزعم إنه هذا وضع استراتيجي كاشف جديد في العلاقات الدولية والسياسة الدولية، يتعلق بوضعية إسرائيل في العالم ومسؤوليتها الكاملة عما حدث ويحدث، وبالتالي تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية في هذا الوضع اللي العالم بيشهده. اسمح لي معلش معاليك أضيف الله يسلمكم. حقيقة موضوع المؤتمر جدا مهم، وأنا شاكر أن أثرتي وأكدت عليه، وما تفضل به معالي الأمين العام يعني غطى الموضوع كامل. بس قد يقول البعض بأن والله دعوة المؤتمر الدولي هذه متكررة والكل قاعد يقولها، وصحيح في قادة قالوها، في وزراء خارجي قالوها، في محافل، في مؤتمرات قلناها، لكن لأول مرة القادة العرب مجتمعين تمام ويصدرون هالدعوة. تمام، هاي دعوة عربية خالصة اليوم، فإذا في مضمونها بالفعل هم العرب كلهم قاعدين يقولون لك نريد سلام بالدعوة للمؤتمر للسلام. الشيء الثاني بتلاحظون في القمة أن تمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك دعوة ممثلين من الخمس دول الأعضاء دائم العضوية في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، على أساس أولا أن نبين لهم أن إحنا المطلوب حل أممي، حل دولي، وأيضا في المجال الحقوقي أيضا نريد دعم أممي للصحة والتعليم ولعقد المؤتمر. بعدين لا يعتقد الواحد، وهذه أيضا روح المؤتمر، أن المؤتمر راح يكون
عقد لمدة يوم يومين وينتهي. لهالسبب تم وتطوعت مملكة البحرين جلالة الملك بأن المبادرة التي نقدمها نكون ملتزمين بالتنسيق ومتابعة تنفيذها مع أشقائنا العرب حتى يتم إنجازها. فالمؤتمر هو حقيقة راح يكون سلسلة من المؤتمرات، بس ما حبينا نقول أن الدعوة لعقد سلسلة من المؤتمرات، لكن يستحيل بنحل الوضع الكامل في اجتماع واحد أو خلال يومين ثلاثة، إنما بروسس عملية مستمرة تؤدي إلى حل أيضا شامل، والحل الشامل راح يكون على مراحل للشرق الأوسط. شكرا.